ازيكم من امام ملعب فولجو جراد ارينا بعد مباراه ايسلندا ونيجيريا اللي انتهت بفوز نيجيريا. بقدم لكم الحلقه دي، لكن انا مش جاي اتكلم عن نيجيريا ايسلندا رغم ان نيجيريا بدات تفوق افريقيا، لكن عن طريق افريقيا السمراء مش افريقيا شمال افريقيا، الا لو تونس ان شاء الله قدرت بدلوها بكره باذن الله. جاي اتكلم عن حديث الساعه الان، ميسي ظالم ولا مظلوم؟ ميسي ظالم ولا مظلوم؟ طيب انا جاي اتكلم في الحلقه دي، هقسم الحلقه لجزئين، جزء ميسي ظالم بنسبه قليله وجزء ميسي مظلوم بنسبه اكبر. هقول انه ميسي مظلوم الاول عشان ما تشتمش طبعا، يعني افهمكم ليه ميسي ظالم. هو ظالم بعض اللاعبين الاخرين. طب ليه ظالم بعض اللاعبين الاخرين؟ زميلنا لؤي فوزي كان كتب تقرير جميل جدا اسمه ايوينج ثيوري او نظريه ايوينج. لاعب اسمه ايوينج بيلعب في فريق في الام بي اي، فهو نجم الفريق، لكن لما بيكون غايب فريقه نتائجه بتتحسن، لما بيكون موجود فريقه نتائجه بتتراجع. طب هل ده مشكله في ايوينج ولا مشكله في الفريق بشكل عام؟ اعتقد المشكله تكون في الفريق. طب ميسي ليه ظالم بعض اللاعبين؟ لان ميسي نجم زياده عن اللزوم. ميسي رغم انه حواليه لعيبه تعتبر بتلعب في انديه كبيره جدا، لكن ميسي لاعب من كوكب اخر. هتقول لي ميسي مش موجود في المنتخبات، لا ميسي كان موجود في المنتخبات للسجل كويس، لكن في نفس الوقت ميسي بيتمحور اللعب حوله بشكل كبير جدا. دي مشكله المدرب بقى، مشكله المدرب انه بيمحور اللعب حواليه بشكل كبير، ده لدرجه ان هو بعد ما خسر بيقول لك انا ما اخترتش التشكيل الامثل اللي يخلي ميسي يظهر بشكل كويس. يعني تفكير غريب لما انا العب، يعني افكر حتى بعد الهزيمه في لاعب واحد، ده شيء غريب ويعني انا اسف ومتخلف. دلوقتي انا قلت لكم قبل كده حتى الجزء دي اتكلمت عنه قبل كده، بس خلينا اعيده لانه واضح ان هو يعني ما زال الجدل موجود فمحتاجين نعيده. دلوقتي انت تخيل نفسك بتلعب ماتش كوره في الحاره بتاعتك، في الحاره يعني بلاش حتى يعني في ملعب، تلعب في الحاره وفي لعيب معاك في الفرقه دي، لعيب جامد، لعيب يعني فعلا واضح انه مبارز جدا عنكم، رقص واحد واثنين والناس كلها الحاره كلها بتتفرج على الماتش، هوب بصلك الكوره. انت بعد كل التهييس والهيصه الجميله دي وشايف اللعيب بيعمل كل حاجه وبيوصل لك الكوره بالعافيه بعد ما قاتل عليها، ايه اللي هيحصل لك؟ شعورك هتبقى حاسس ان انت بالتوتر، حاسس بالمسؤوليه المضاعفه، لان انت مش عايز تدمر اللي عمله اللاعب ده اصلا. بالتالي انا شايف ان اللعيبه الارجنتين جزء منه فقد الثقه بسبب النقطه دي. دايما انا بحاول اجاري اللي بيعمله ميسي ومش هقدر اجاري اللي بيعمله ميسي، انا بفقد الثقه بسبب هذا الامر، وبالتالي يعني هيكون عندي مشاكل كبيره، لانه في الاخير محدش يقدر يقنعني ان دول 10 خشبات ابدا. برضو ده يعني الناس بتقول لي انت كده بتدافع عن ميسي، انا برضو في نفس الوقت المبالغه في الدفاع عن ميسي بيخلي الناس تبالغ، تتكلم على 10 خشبات. 10 خشبات ازاي؟ اجويرو هداف مانشستر سيتي التاريخي واكتر من لاعب مميز جدا، ففكره ان انا اقول ان دول 10 خشبات وخلاص كده ده كلام غريب جدا ومش منطقي ابدا. الفكره كلها في رايي انه في لاعب بارز جدا بيخلي اللاعبين الاخرين يفقدوا الثقه في نفسهم. ايه الطريقه ان انا اوصل ان اللعيبه دي ما تفقدش الثقه في نفسها؟ عن طريق المدرب. المدرب ازاي يعمل ايه؟ ما يخليش كل لعبه يتمحور حوالين ليونيل ميسي، دايما طول الوقت الكره بتوصل لميسي، ميسي بيعمل رقص واحد ولا الثاني ويبصيها اللاعب تنتهي الامر. طبعا بتوصل للاعب الاخر خلاص فعلا بتبقى رجله بترتعش. النقطه الثانيه بخصوص ميسي ان هو نفسه فقد ثقه في بعض اللاعبين، انت بتشوفه احيانا بيبالغ في المراوغه، ممكن عنده اختيار التمرير بيبقى خايف ان الكره توصل للاعب اخر ان هو اصلا هيتصرف فيها بشكل سيء، فيقول لك ايه خلينا انا اضمنها قدر الامكان. وميسي برده في النهايه مش طول الوقت هيقدر ان هو في كل لقطه ان هو يبقى ناجح فيها، بالتالي هيفشل فيها زي ما شفنا كتير في مباراه كاس العالم حتى الان. ده بالنسبه لميسي ظالم، ان هو ظالم بعض اللاعبين اللي مش قادرين يبرزوا بشكل كويس لان هم فاقدين الثقه في نفسهم، حاسين ان هم مش واخدين نفس النجوميه اللي هم موجودين عليها مع الفرق الاخرى. اما مظلوم فبسبب زي ما بقول لكم تكتيك المدرب، التكتيك السيء جدا اللي دايما متخبط، واحد لسه كان لاعب زي انزو بيريز موجود خارج القائمه تلاقيه بيلعب اساسي ويطلع ويسيب لوسيلسو ولا بانيجا مش في التشكيل اصلا، 4 3 3 ولا 3 4 3 ولا 3 5 2 ولا 100,000 طريقه لعب بيهم. حط لي اكونيا على ظهير ايسر احيانا، حتى لما كان بيلعب في التصفيات كان مش بقى ظهير ايسر، كان ظهير ايمن، لاعب اشول قصير عمره ما لعب ظهير ايمن، بيلعب في الناحيه اليمين وهو عمره ما كان ظهير اصلا. فيعني حاجات غريبه جدا كان بيعملها سان باولي بصراحه، ادت الى هذا التراجع المخيف في اداء مستوى المنتخب الارجنتيني اللي رجعت له هديه بعد فوز نيجيريا النهارده، وهنشوف ايه ممكن يعمله قدام نيجيريا. هو وارد جدا الارجنتين تفوز، لكن احنا بنتكلم عن مشكله عامه بالنسبه لمنتخب الارجنتين. طب في نقطه مهمه ممكن يبقى فيها رد عليها، طب اشمعنى رونالدو النجم الابرز حوالين في منتخب البرتغال ما بيحصلش معاه نفس الشيء؟ ان رونالدو مش صانع العاب، رونالدو لاعب مع البرتغال بالذات ينتظر كوره بيخلص فيها. رونالدو
هداف كاسح، اي مرمى بيكسر مقاديفه زي ما بيقول. والناس حتى كانت بتتكلم على رونالدو، بتتكلم على فكره انه رونالدو ما بيسجلش قدام المنتخبات الكبيره او سجل لك هاتريك قدام اسبانيا. بالتالي رونالدو مش مطلوب منه انه يبدا الهجمه، مش مطلوب منه يتمحور حوالين اللعب، اللعب لا يتمحور حواليه، ممكن يتمحور عليه جوه منطقه الجزاء، انه فينشر رائع، فينشر لا يشك له غبار، ربما لم يسبق للبشريه ان جدد بلاعب كرونالدو امام المرمى. لكن في النهايه رونالدو لا يتمحور حواليه اللعب، لا يصنع عليه اللعب، لا يكون مدرب هنا، ما عندوش مدرب هناك مهووس بان هو طول الوقت الكره توصل له، لكن في لاعبين اخرين بيحاولوا ان هم يبرزوا جهودهم وموجودين في خط الوسط. لكن ليونيل ميسي حتى يعني تكتيك سان باولي، يعني حتى لا ما فيش لوسيلس ولا بانيجا اللي هم ممكن شويه يساعدوا ليونيل ميسي ان هو يكون موجود في الملعب، موجود في مناطق خطيره، ما يبداش الهجمه من البدايه، لكن حتى لوسيلس وبانيجا مش موجودين، بالتالي سان باولي دايما خرب الدنيا. فانا زي ما بتكلم على فكره انه رونالدو صحيح لاعب عظيم جدا مع البرتغال، لكن اللعب لا يتمحور حوله، في لاعبين يعني يقوموا بادوارهم، رغم انه ما اقدرش اقول ابدا. الناس بتتكلم زي ما بقول لك ان الارجنتين كمنتخب وتشكيله وعناصر عندها يعني فكره ان هم لاعبين ضعاف مقارنه بالبرتغال، لكن طبعا ده مش حقيقي، ان اكيد منتخب الارجنتين مش اضعف في المنتخب البرتغالي كعناصر، لكن فكره التمحور اللعب حوالين ليونيل ميسي دي مصيبه لميسي ومصيبه للفريق، لان الفريق ما عندوش اي حلول. بمجرد محاصره ميسي حطها قدام ميسي 2 3 لعيبه بتبقى مشكله كبيره. نفتكر لما ميسي كان بيحصل في الكلام ده معاه ببرشلونه مش الحالي، لان برشلونه الحالي برده ميسي بيتمحور حواليه، بالتالي برشلونه احيانا بيعاني لما ميسي ما بيكونش في مستواه، وكمان الى حد ما في بعض الاحيان بيكون في هناك لاعبين يتحركوا بشكل جيد وعندهم ثقه في نفسهم، زي مثلا لو يعني دايما ميسي التمريره المعروفه جدا لجوردي ألبا على الجانب الايسر، دي مش موجوده حتى في الارجنتين، مفيش لاعب بيتحرك بشكل كويس عشان يبرز قدرات ميسي التمريريه، لان ميسي مش مجرد لاعب مراوغ او شيء، ميسي كانت عبقريته الكبرى في رايي هي في التمرير او في رؤيته للملعب. بالتالي ده اللي اقدر اقوله عن معضله ميسي، هل هو ظالم او هل هو مظلوم؟ في النهايه لكم القرار. تابعوني اهم حاجه على صفحتي على الفيسبوك مقالات الكاتب احمد عطا، على تويتر احمد عطا زيرو، على انستجرام احمد عطا 85، وعلى يوتيوب طبعا ما تنسوش تشتركوا وتقولوا لي رايكم في الكومنتس، هل ميسي ظالم او مظلوم؟ هل ميسي افضل من رونالدو في المنتخب؟ هل رونالدو افضل من ميسي في المنتخب؟ هل الاثنين اصلا لاعبين كبار بس عندهم مشاكل مع المنتخبات بتاعتهم عموما، وان كان رونالدو احيانا بيتغلب عليها، لان زي ما قلت لكم هو في النهايه جول سكورر اكتر منه لاعب يتمحور حواليه اللعب. انا احمد عطا موجود في روسيا، برنامج تيك تيك تاكا، اتمنى يكون دايما البرنامج بيعجبكم، ان شاء الله في حلقات قادمه. قولوا لي برده لو عندكم اي حاجه حابين تتناقشوا فيها في الحلقات القادمه باذن الله. اسيبكم على خير، سلام.